السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ديال اليوم غادي نبداوه من منطقة السلطان أحمد. احنا دابا كنتسناو في اللغه ديالنا باش نجربوا السيميت. السيميت هو واحد الخبز معروف هنا في تركيا، كيفطروا به في الصباح بزاف هو والشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جيف مي سيميتا. وان سيميت بليز. جاست وان. سور سيميت هاو ماتش؟ 5 5. هذه خديناها ب 5000. هاك هاك المرضي نجربوا السيميت ديالهم كي داير. تشكري ديرهم الله يعاون. المهم هذا السيميت هذا هو اشهر خبز عندهم هنا في تركيا. هو ماشي خبز، مهم هو خبز قاصح وفيه الجلجلان وكيمكن لك تعمرهم باش ما بغيتي بالجبان ولا بالشوكولاط ولا باي حاجه. والتركيين معاش كياخذوا هذا السيميت، كياخذوه مع الشاي. وهذا خونا هذا اللي كاين هنايا في السلطان احمد تقاد عليه الشاي، دونك غناكلو السيميت بوحدو. المهم دابا جينا لواحد البلاصه اللي سميتها عثمان غازي. جينا عند هذا المطعم هذا اللي كيقدموا الماكله على شكل بوفيه. كاينين هنايا بزاف ديال اللعيبات، كتهز بلاطو وكتختار منهم اللي بغيتي وكتاخذ. تبارك الله على السبب. الله يعطيك العافيه. اش غتاخذ؟ خديت الدجاج والرز وخديت بطاطا مسلوقه مطحونه. ها الراحه. وين مع الجبن. الله يرحمها. ها انا والله ما عرفت شنو ناخذ. هادشي خويا عندهم بزاف. ابراهيم. ها الراحه. شي خلصتو ب 47 ليره. 47 ليره تبارك الله. هي تقريبا شي كذا 70 درهم. ولكن راه بلاطو عامر فهمتي، راه الدجاج والروز والبطاطا وهاد اللعيبه سويت ديسير ما زوينه. ها الراحه انا مشيت لكم. هادي زعما بلاصه غاليه باش يفهموا، ماشي حنا كنعيقوا عليكم، وانما زعما هادي بلاصه نورمالمون كتعتبر غاليه فواحد المنطقه اللي غاليه اللي هي شيشلي وفيها مطاعم غاليه. مي مخا هكاك الثمن كيبان ليا شويه رخيص ياك. ممكن مشيتي احياء شعبيه هادشي تقدر تاكلو بقلب تقريبا النص ديال 47 ليره اللي هي ما عرفتش شحال حسبوها. خليني نمشي ناكل. ها الراحه سير. شيكن. واتس ذيس؟ شيكن. ذيس؟ دجاج؟ دجاج سبانخ. اوكي اعطيني واحدة دابا يعمر ليا هنايا. شكرا. اوكي جيف مي خما عرفتش شنو هي غناخذها. لبن اوكي هادي لنا معها اللبن باش يجي داكشي لذيذ. شكرا. جاتنا في التوتال 47 ليره اللي هي تقريبا 76 درهم مغربيه. يلا نمشيو ناكلو. فينا هو فيصل. صحة وراحة الاخوان. ما تسنيتونيش. قرب السالي سيدتي قرب السالي. دابا غنبداو الماكله على بركه الله. غنبداو بهذا سميتو السلطان بوريكي. السلطان بوريكي كيبان لي هنا فيه لادان وفيه السبانغ وفيه مطيشه وفيه الفلفله. بسم الله. كبير. اخباركم؟ هذه اول مره غناكل فيها السبانغ. بسم الله. هاي زيتونه. زيتونه. دابا خاصني نطلع عليا هنا. زوين زوين الصراحة هذا السلطان بوريكي والله إلا واعر. دابا ندوزو ندوقو هاد زيك موكفير، سميتو زيت موكفير. ما عرفتش واش النطق ديالو بحال هكا صحيح ولا لا. المهم بسم الله غادي ناكلو بإيدي. ما عرفناش واش جزال ولا لا. بسم الله. دوك عطينا الراي ديالك. ايه فوق لي هذه. الشيف محمد. شحال كتعطي؟ عطينا الراي ديالك الشيف محمد.
هادي هادي بحالها وانت راه كليتيها كامل يا سريه لا كتفكرني هذا لا ما عطيتي شي حاجه بحال هكا ما فهمتش الحمد لله كي جاتك واش ساليتي هذا عطينا الراي ديالك شي حاجه ما عندوش راي شاف مريم دوقي انا دوقي شاف مريم ايه لا عبد عنده صغيرة قدام الكاميرا هذه هي شوف هذه هي اللي كتعطس قدام الكاميرا قدام صاحب هذيك تي كيمشي صاحبها والماء كيطيروا كلشي كيهبط انه ليس تمساحا عاديا انه تمساح بلوبون كينغ انها سمكة دون كينغ كينغ كونغ كي جاتك جاتني مزيتة صافي انا ما داق شنو فيها كمليها صافي اش ترجعي لي انا فيها الخضرة هاد تيبان ليا فيه سي ابراهيم انت ما غادوقش هاك ذوق من هنا سير كي جاتك سي ابراهيم كيبغي داكشي ميكس ابراهيم سي ابراهيم ظريف سي ابراهيم ورانا شنو خصنا نديرو ما كليش والو انا واقيلا باقي ما لقتهاش واش شريف واش خبزه هي تا هاك كتجي زوينه مع الخبز ديسر مع الخبز كيجي بنين الاخوان راه كنصور فيديو ديال الاكل واقيلا هذا سؤال دونك غادي نساليو النهار ديالنا عند الشاف بوراك جينا هنايا باش نجربوه ونشوفوا الماكله ديالو بزاف منكم كيصيفطوا ليا في لي ميساج كيقول لي خاصك جيتي لتركيا خاصك ضروري تجي عند الشاف بوراك حنا جينا دابا ندوقوا ماكله كيف ما كتشوفوا هاي الدنيا عامره هنايا راه هذا المطعم المدينه تبارك الله معروف بزاف كلشي جاي يجرب ماكلته حيت كيسمعوا عليها بلي زوينه وهادشي اللي غنكتشفوا دابا لا لا اوه ولا ولما كلام كلام يلا اضرب شوي الريحة ديال هادشي كتشعي غوزيل شوك غوزيل وهاد الطبق هذا اللي محطوط قدامنا سميتو كراسو كباب عند مطعم المدينه ديال الشاف بوراك احسن حاجه عجبتني عندهم هي كيلعبوا على ادق التفاصيل باش يرضيو الناس والشاو تبارك الله اللي داروا لنا راكم شفتوا كلشي داكشي زوين طوبي في الاي جوبي اللي عجبني اكثر عاوتاني هو كنكونوا جالسين حتى كيجي شي سيرفور كيسولنا واش لاقين راحتنا واش كلشي بخير زعما كيفكروا المصلحه ديال الزبائن ديالهم واش مرتاحين ولا لا ملاحظ هنايا باللي كاينين جوج ديال الكفتات مختلفين هاد الكفته هادي سميتها اورفا نسبه لواحد المدينه هنايا في تركيا وهاد الكفته هادي سميتها ادانا هاد ادانا ماشي غير كفته خاويه وصافي شفتوا الداخل منها كاين الحار حاره شي شويه وهادي سميتها لحم معجون هي اكله شعبيه تركيه مشهوره بزاف عندهم هنايا فيها القزبر والمعدنوس والكفته هنايا والفلفله ومطيشه ندوقوها نجربوها كي دايره بسم الله بنينه بزاف وانت غتغلط بزاف في هاد الفيديوهات ديالك انت غنغلط بهاد الماكله بنينه عرفتي كتحس فيها مذاق حلو حلو ومالح في نفس الوقت ولكن بنينه بزاف والله اما هاد اورفا هادي هي كفته خاويه وعاديه Shine a star.